سبل تقوية التعاون الاقتصادي بين الفاعلين في القطاع الخاص بين المغرب وغينيا الاستوائية شكل محور لقاء عمل جمع بين وزير الشؤون الخارجية لهذا البلد الإفريقي ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أكد الطرفان على الفرص الهائلة والمتاحة لتدعيم هذا التعاون. نقاشنا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمحور حول كيفية تقوية التعاون الثنائي ومكن من تحديد القطاعات ذات الأولوية وخاصة في الشق الصناعي. الشراكة بين المغرب وغينيا الاستوائية مكنت من إنجاز عدة مشاريع للبنية التحتية في هذا البلد. تناولنا في هذا اللقاء سبل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا واتفقنا على الاستمرار في تطوير العمل وفتح صفحة جديدة مبنية على تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التكامل. واعتبر الطرفان أنه من الضروري تكثيف أوجه التعاون الاقتصادي والرفع من نسبة التبادل التجاري والانتقال نحو مرحلة تمكن من بلوغ قيمة مضافة واستثمارات كفيلة بخلق مناصب الشغل.